فقط على قناتي الآن وسلسلة من الفقرات الطبية اللي تهمكم. اليوم عندنا موضوع طبي يتكلم عن زيادة الكافيين في الجسم. أغلبنا لما نقوم الصباح نحب نشرب القهوة وحب نشرب الشاي، يكون في نسبة كافيين عالية. هل تعرفوا إنه في أعراض لزيادة نسبة الكافيين في الجسم؟ شاركونا آراءكم. معكم دكتور عبير عبد الله، وصحتكم تهمنا.